المجلس الحالي يمكن من أكثر المجالس اللي أقرت في قوانين. صحيح. يعني في الدور الانعقاد الحالي تقريبا يمكن بس 11 قانون وهم توهم بلشين، تقريبا فيما يزيد يعني فوق 171 قانون أقر، إذا بنضيف بعد عليها 11 قانون الجديد. 15 قانون منهم ما في لهم لوائح داخلية من الحكومة، يعني هذه مشكلة جدا كبيره واحنا نلوم عليها الطرفين، لكن هو الطرفين احنا نلوم النواب، نسالهم يقول احنا وافقنا الدور على الحكومه. صحيح، لكن انت اليوم ضعف الحكومه ايضا هو ينعكس على مجلس الامه. اليوم مجلس الامه ماشي بعجله اكثر سرعه من الحكومه. نعم. فبالنهايه كانت الحكومه دائما اخفاقاتها كانت تعلقها على المجالس السابقه بان كانت المجالس مؤزمه وما تعطيها المجال بان هي تنجز. احنا اليوم دائما نقول بان هذا المجلس مهادن. المجلس مهادن. هذا مهادن جدا، يعني طيب، يعني ما يتبع عنده مخالب، يتبع سياسه ناعمه، هذه سياسه جيده، ولكن سياسة المجلس هذا فشل في تسويقها. يعني الناس تعودت على مجالس شرسة. المجلس هذا يمكن عندنا غير 7 وزراء تقريبا، ولكن من غير طرح ثقة واحد. قاعد يستخدم أسلوب جديد، الأسلوب الجديد هذا حلو وراقي وهادي في الشارع، ولكن كان المفروض أن المجلس يسوق الطريقة هذه ويركز على، أنت قاعد تسوق لي في المجلس بأنه هو مجلس تشريعي بامتياز، ما قاعد تبروز لي التشريعات هذه اللي أنت أنجزتها. وأيضا بس هو يعني يعاب عليه بأنه عنده ضعف في الرقابة نوعا ما. الرقابة، الرقابة إن هذا دور النواب، أكيد هذا دور النواب. يعني هو اليوم كان فيه تقريبا أكثر من 700 سؤال برلماني توجه، لكن أيضا إحنا نلاحظ بأن في إجابات ما كانت وافية. أنت اليوم تتبع السياسة الناعمة اتبعها، لكن مو في كل أيضا الاستجوابات. يعني انتقاد ليش النواب ساكتين أو يعني السياسة تطبقين نظام السياسة الناعمة؟ نشوف انتقادات حادة داخل المجلس في قاعة عبد الله السالم، لكن السياسة الناعمة ماشي. يعني الحين السياسة الناعمة في محاسبة الحكومة تمشي مع الفضايح اللي طلعت في استجواب العبيدي؟ يعني حتى 10 اصوات لطرح الثقه ما حصلوا. اليوم انت امشي على السياسه الناعمه بس ما تطبقها بالمجمل على الكل. الخطا وين؟ الخطا من النواب. من النواب، يعني حتى اذا انت ما طرحت الثقه على الاقل شدد بان تكون في هناك توصيات وحط لها فتره زمنيه محدده وتابعها، هل تم تنفيذ هذه التوصيات او ما تم. توصيات عادل الخرافي من قبل سنتين بدايه مع موضوع الحصى والشوارع لحد الان لم يتم متابعتها ومتابعه التنفيذ. بعطي فرصه حق تو رجعت على